صهري؟ نعم. كيف قدروا يلحقوا ويعرفوا ان الخروف في شيء؟ هي ما عم تدخل بمخي. ولك هلا شو بدنا نفطر؟ مو محضر شيء. احسن شيء منروح لبيت خالي ابو رياخ. اجوا. يا ربي اجت الشرطه، شو بدها تساوي؟ لا 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 تخاف صهري، لا تخاف، خليك رجال، انا راح افتح. نعم حضرتك ياسين؟ لا هداك. تفضلوا افطروا معنا بعدين بنروح كلياتنا سوا. لا يا ست، انا جاي اخذ ياسين وبس. بعده هيك بعده. شوفي يا حضرة العريف. والله ما بعرف، حضرة مساعد بعتني قال لي جيب ياسين. شرف معي، شرف. ايه روح 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 اخي ياسين، روح روح. لك علي لحط لك اكبر طباخين، قصدي اكبر محامي البلد. يا سيدي صدقني، مو انا اللي طبخت الطبخه، يلي طبخت الطبخه مع زفت الرابع انكره. هلا ليش عم تخلط عباس بدباس؟ اللي نعم. انا بحاكيك من الشرق، انت بتحاكيني من الغرب. انت ياسين ولا لا؟ انا ياسين سيدي. تعال هون شوف، تعال عندي. حاضر سيدي. يلا تعال بسرعه. حاضر. عدلي المصاري اللي بالجزدان وتفقدي محتوياته بسرعة. جزداني جزداني هذا. شو لقيته؟ تمام سيدي، ما مو ناقص منه شيء. يلا روح هلا انت، روح عند اهلك وفطار محمر. يلا روح، انا عندي 100 شغله بدي حلها. روح. يعني سيدي ام كرم مو هي السبب بجيتي لهون؟ شو قصة ام كرم هاي؟ شو ما في شيء سيدي، ما في شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. شو قصة انكرام؟